على البركة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هنا انطلاقة شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة، ختام هذه الأمسية الجميلة بانطلاقة شوطنا السابع المخصص لسن الإذاع الأبكار. 6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة في هذا المساء الجميل، وانطلاقة هذه الأسماء التي تبحث عن الناموس وعن الانتصار، وهذه الشعارات التي حاضرة في هذا الانطلاق الجميل والرائع. نسير مشاهدينا متابعين الأفاضل إلى البداية، إلى المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة في هذا المسار الرائع والمسار المتميز في هذا الانطلاق الجميل. أول الأسماء الحاضرة في هذا المسار الفائزة بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران مع المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار النعيمي ياتي مع ثاني المراكز مع الذاير سعد بن عنزان بخاتم، العنزان النعيمي مع الذاير مع ثاني المراكز، والمركز الثالث يتقدم شعار بن حفيظ بانطلاقة ديمة حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري، والمركز الثالث الانطلاق هناك من قبل التي تأتينا معزة صالح بن علي بن حسين أبو السيقان المري، والمركز الخامس الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل ندى محمد بن جابر بن عبيد السناري. هذه الأسماء الخمسة المراكز الأولى متابعينا الكرام المتصدرة هنا في هذا الشوط، ولكن نعود إلى البداية، نعود مع المركز الأول ضمن هذا الانطلاق الجميل، انطلاقة الشوط السابع وهو شوط الختام. يا ترى إلى أين سيذهب هذا الناموس، ناموس هذا الشوط، الشوط الختامي من بين هذه الأسماء وبين هذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع الذاير مع المركز الأول مع الصدارة الأولى سعد بن عنزان بخاتم، العنزان النعيمي مع المركز الأول، من يقدم لنا الذاير في هذا الانطلاق الجميل والمتميز، بينما المركز الثاني يتقدم شعار بن حفيظ بانطلاقة ديمة حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري مع المركز الثاني، وغيرت للمركز الأول في هذه اللحظات، وتابع الوصول مع ثاني المراكز او المركز الثالث، من تتقدم مع ثالث التحديات تاتينا في هذا المسار، تنطلق مزاحه مبارك بن سالم بن علي بن سالم الحايف مع المركز الثالث والمركز الرابع، ياتي شعار ابو السيقان يقدم لنا معزه صالح بن علي بن حسين ابو السيقان المري مع المركز الرابع وخامس التحديات، تاتي ندى محمد بن جابر بن عبيد السناري. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمسة المراكز الأولى المتصدرة في زمام هذا الشوط، من تبحث عن الناموس والانتصار وتسجيل نقطة في هذا المساء الجميل ضمن أمسيات ميدان البصير ضمن انطلاق السباق المحلي التاسع. ولكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول وانطلاقة ديمة مع المركز الأول في هذه اللحظات، يقدم لنا ديمة حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني تأتينا الذاير مع ثاني المراكز بانطلاقة هنا الذاير، يتابع الذاير سعد بن عنزان بخاتم آل عنزان النعيمي مع المركز الثاني، المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من شعار الحايف يقدم لنا مزاحة مبارك بن سالم بن علي بن سالم الحايف مع ثالث التحديات، المركز الرابع الوصول والقدوم مع رابع المراكز، من تصل في هذا المسار، تتقدم ندى لمحمد بن جابر بن عبيد السناري مع المركز الثالث الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس من غيرت الى المركز الرابع في هذا المسار، تاتينا الذيبه جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود. يا سلام الله، تغييرات هنا مع المراكز الرابع والمركز الخامس، وتابع ايضا شعارات ما خلف الخمسه المراكز الاولى حاضره في هذا الانطلاق الرائع والجميل سوف نشاهده هناك مع الأمتار الأخيرة. ولكن عودة إلى البداية، عودة مع انتصاف المسافة، قضينا 3 كيلومترات ويتبقى لنا 3 كيلومترات، يا ترى إلى أين سيتجه ناموس هذا الشوط؟ الله يا سلام، سوف تبين الحقيقة هناك مع خط النهاية بالفعل، ولكن البداية والصدارة في هذه اللحظات مع ديمة مع المركز الأول حمد بن ناصر بن حمد الحفيظ، ولكن شوف اللي غيرت تتسلل
تتنقل من مركز إلى مركز حتى وصلت إلى المركز الأول. يا سلام يا بن مسعود من يقدم لنا الذيبة في هذا الانطلاق. جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود غيرت وانتقلت إلى المركز الأول في هذا المسار الجميل، وتابع المركز الثالث وصول من شعار النعيمي بانطلاقة الذاير سعد بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع الوصول والتقدم من مزاحة مبارك بن سالم بن علي بن سالم الحايف، والمركز الخامس اسم جديد ينضم إلى عالم النداء والإذاعة تتقدم مسيكة سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، يصل شعار الكعبي يقدم لنا مسيكة في هذا الانطلاق الجميل والرائع. يا سلام الله الله الله، نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، مع شعار بن مسعود، مع ذيبة بن مسعود، من يقدم لنا الذيبة في هذا المسار الجميل مع شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية ميدان المصير لانطلاقات سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. يا سلام الذيبة، الذيبة مع المركز الأول، مع الصدارة جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود، من يطلق لنا الذيبة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني شعار بن حفيظ يقدم لنا ديمة حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري، والمركز الثالث القدوم من مسيكة سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، وأيضا شعار السناري بقدوم نداء محمد بن جابر بن عبيد السناري، والذاير مع المركز الخامس تتقدم الذاير سعيد بن عنزان سعد بن عنزان بخاتم آل عنزان النعيمي. يا سلام على هذه الأسماء المنطلقة في مسار هذا الشوط، في مسار التحديات، في مسار النواميس. الله يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع الذيبة، الذيبة مع المركز الأول، الذيبة وهي ذيبة مع الصدارة مع المركز الأول، يقدم لنا الذيبة جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود مع المركز الأول والصدارة. بينما المركز الثاني تصل ديمة مع المركز الثاني حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث تتقدم هنا في هذا القدوم مسيكة سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده كيلو إلا كلمة الناموس. الله الله الله، البداية والصدارة مع المركز الأول، ديمة مع المركز الأول بشعار بن حفيظ حمد بن ناصر بن حمد آل حفيظ المري، من يدفع لنا بديمة في هذا الانطلاق، ولكن اسم جديد ينضم لعالم النداء والإذاعة.